حيثما وليت وجهك في مناطق وقرى محافظة ريما لا ترى سوى التعب على وجوههم التي تتحدث عن قسوة الحياة ووجع الأيام. فالمعيشة اليومية الحافلة بصور الفقر والحرمان هي ما تؤكد انحسار أحلام هؤلاء ورغبتهم في الخلاص من عذابات واقع مرير. هنا في هذه الأنحاء والوجوه يسهل رؤية كيف يتقفز الإحساس بالضياع والشعور بفقدان الأمل من أعينكم. ففي قلب المعاناة يعيش هؤلاء ويلات الفقر بعيدا عن عيون الجهات الحكومية التي حرموا منذ أكثر من عامين على الأقل من ضمانهم الاجتماعي الزكيد الذي لا يسد الحاجة ولا يقيكم مصير المعاناة المحتوم. الرعاية لكن تجي تدنا ولا عد إنسان يلتفت علينا ولا حاجة إلا نجقى نصرب نتكسب لأدنا هكذا ولا إنسان التفت ولا حاجة وأنا لو حق شي بج ذاهبين. تتضاعف معاناتهم إذن فتضيق مساحة الحياة في أيامهم التي لا تخلو من الوجع ولا تقف عند حدود كسرة الخبز. فظروف المعيشة القاسية أرادت إقناعهم بقسوة العيش وغربة الحياة. لا بردة ولا عزة ولا على قطعة ولا ثمن روشة نحن ما ناكل. يبقى مشروع الضمان الاجتماعي هاجسا في أذهان هؤلاء، لكن كل هاجس الذي صار في حكم التوقف منذ أكثر من عامين ما يعني أن ما نسبته 97% من السكان في مختلف مناطق ومديريات ريمة صاروا ضحايا لهذا التوقف جراء حرب مدمرة تنهش في جسد البلاد ووسط تجاهل السلطات المحلية ومنظمات الإغاثة والعون الإنساني. طبعا وضع الدولة يعني اختل، مصادر الإيرادات المركزية انعدمت، مصادر الإيرادات ضئلت، ما استطعش تغطي الجانب الضمان الاجتماعي تماما من قطعت من حينها. عبركم ندعو المنظمات الدولية الخيرية والجمعيات الخيرية أن تلتفت إلى هذه المنطقة وإلى هذه الفئات لأنها من أشد أنواع الفقر عرفته في حياتي أنا. في زحمة الأحداث وبعيدا عن عين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان يعيش هؤلاء المواطنين الريميون فصلا من المعاناة عنوانك الضياع والحرمان أقلها الضمان الاجتماعي في حياة لا تمنعهم من معانيها سوى المرارة وقسوة العيش. علي الجرابي، قناة بلقيس، ريما.